أهلين وسهلين، إجيت لنحكي مع بعض. ديما، أنا عندي شغل ومبارح حكينا بكل شيء. ليش شو حكينا؟ ديما، نحن رح نتطلق بتفاهم. المسا رح ضب أغراضي وانتقل لبيت الجبل، وانت لوين ما بدك وشو ما بدك بتعملي. شو يعني؟ كأنك عم تقلعني. ديما، انت شو بدك؟ فهميني، هذا الزواج منتهي. مشاعري ما إلهم قيمة عندك عمران؟ أنا ما بدي اتطلق منك، ورح ساوي أي شي كرمال نرجع سوا. علاقتنا ما بتنتهي، ودليل من كم يوم كنا سوا، وهذا اللي أكد لي إنه لسه في شي جواتك تجاهي. هديك الليلة غلطة وما كان لازم تصير، وما رح تغير أي شي. ديما، لازم تنسي كل شي. حاول قد ما فيك تكذب علي يا عمران، ما حدا بينهي زواجنا، حتى أنت عم تغلط بحق علاقتنا ومانك حاسس، وما رح أسمح لك تغلط أكتر من هيك. شو، لوين بدك نروح؟ على منطقة جبلية ولا على الوادي؟ ولا حاب نضل عم نتفتل هيك بالسيارة؟ لا تحكي كتير، بس سوق. يعني إذا بدنا نروح مشوار تبعك اليوم فأنا مليتها، شو رأيك تعملي شي جديد بتغيري جو وبتسلى؟ نزلني وقف. يا ربي دخيلك، إيش حكينا؟ قلت لك نزلني. بشرفي هالمرة مجنونة رسمي. أكيد ما رح تنزلي على البحر بهالطقس، لو طالعة باليخت مو أحسن؟ شو دخلك؟ مين قالك تلحقني لهون؟ أنت شوفير ولا ناطور؟ أنا رجال ومهمتي أحميكي ديما خانم، وما بقدر أتهرب من مسؤولياتي. روح من هون واتركني بحالي بقى. انت مفكرة اذا وقفتي هون وبقيتي تطلعي هيك لبعيدي بيرتاح راسك؟ نصيحة مني ما رح تستفيدي. حابة ابقى لحالي، فهمت؟ روح من هون يلا. انت هيك قولك؟ اذا هالقد معصبة ومتضايقة اضربي صرخي، بترتاحي اكتر من الوقفة. كيف يعني اضرب؟ قصدي جربي اضربيني. لك اضربي، هي احسن طريقة لتفشي خلقك منهم. هذا اذا كنتي عن جد معصبة ولا عم تمثلي. يلا اضربي اضربي. اوعك تحطي بقلبك، هن عم يزعلوكي لتوصلي لهالمرحلة ويخلصوا منك. طلعتي بنت جبانة كتير وعم تكذبي ومانك معصبة. ضربيني يعني ضربي. تأكدت إني معصبة؟ لا ما تأكدت، بس أنت أخذتيني غدر، ضربتيني بس لأسكت. بكفي بقى سخافة. أنت زلمة عن جد غريب، شكلك واحد غليظ بس، ما هيك أنت حدا منيح. عنا بالضيعة اللي بيكون مثلي بيسموه أبضاي. ليش، من وين أنت؟ من هاتاي. لهيك بتعرف رفيف وعائلتها؟ عائلتك كمان هنيك؟ أمي وأبي توفوا من زمان، وعندي أختين.
وفي مرت أبي وبناتها التنتين، بس الحمد لله ما في بيناتنا لا سلام ولا كلام. ليش؟ ما بحب أحكي السبب.